طيب، في بريتوريا في تفاصيل كتيرة، وفي آخر الترتيبات لمباراة السبت القادم. زميلنا كريم أحمد طبعا موفد قناة النادي الأهلي وموجود مع البعثة من أول اللحظات هنا من مطار القاهرة حتى إلى وصل إلى جنوب إفريقيا. النهاردة أجرى لقاء مهم جدا مع معالي السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، بيتكلم عن آخر الترتيبات وآخر الأمور اللوجستية والتنسيقية قبل مباراة السبت القادم. نخرج نتابع في هذا التقرير تصريحات معالي السفير، ثم فاصل، وبعد الفاصل نعود إليكم واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. بجد التحيه طبعا لكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه طبعا يعني العمل هنا على قدم وساق، والحقيقه حابين نشكر في البدايه طبعا معالي السفير احمد الفضلي طبعا سفير مصر هنا في جنوب افريقيا على توفير كل سبل الراحه وتواجده على طول مستمر معانا هنا في التدريب فندق الاقامه، تواجده مع كابتن محمود الخطيب. احمد بيه طبعا انا برحب بمعاليك في البدايه، ومجهود كبير كالعاده طبعا من معاليك ومن السفاره بشكل عام، وبتأزرونا في كل لحظه بشكل عام. حطينا في الاجواء الترتيبات كانت عامله ازاي حتى وصلنا لهذه اللحظه. احمد بيه، اولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين ولكل جماهير ومشجعي النادي الاهلي والكرة المصرية. احنا بدأنا الترتيبات الحقيقة من اول لما القرعة يعني بانت النتيجة انه هيبقى الاهلي بيلاعب سان داونز في دور الثمانية. بدرنا على طول كسفارة بالتواصل مع الجهاز الفني للنادي الاهلي علشان نشوف الترتيبات ايه، يعني كنا سباقين بده، ما انتظرناش تواصلهم هم، لانه طبعا الترتيبات دي بتحتاج اعداد وكده، سواء من حيث الطيران، من حيث الاقامه، التنقلات، الملاعب، كل الاجراءات اللي من النوع ده. دي بدات الحقيقه من ايه؟ من بدري من ساعتها. وبالتالي هي عشان كده يعني فيها سلاسه كبيره حاليا، ما فيش فيها اي مشكلات الحمد لله حتى الان. اللي علينا ان احنا نبقى عارفين برضو انه المباراة دي مباراة هامة جدا، لانه الناديين قيمة كبيرة، ناديين كبار مش صغيرين، لعبوا يمكن حوالي 9 ماتشات مع بعض في المرحلة اللي فاتت، بعضها الأهلي كسبها، البعض الآخر حصل من سان داونز كسب وهكذا، وبالتالي دي كأنها مباراة نهائية، يعني نهائي مبكر، كأنه فاينل يعني موجود، حتى وإن كان ما كانش إيه، حتى وإن كان لسه في دور الثمانية. من ناحية تانية برضو في النادي الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيمثل مصر في هذه البطولة، وبالتالي عليه مسؤولية كبيرة جدا في إسعاد جماهير الكرة المصرية، ويعني بنأمل أنه يوم 22 طبعا يعني يهز شباك سان داونز، وزي ما حافظ على شباكه نظيفة في يوم 15. زي ما حضرتك شايف يعني احنا في الملعب حاليا في التدريبات، والنادي يعني واخذ اللعيبه يعني واخدين الموضوع بكل جديه، وشايف ان معنوياتهم مرتفعه جدا، وده يعني شيء طيب ومش غريب على الفريق النادي الاهلي. يعني ايضا الاعلام حتى بالنسبه لنادي سان داونز يعني بيركز على انه الفتره اللي فاتت دهيت كان عندهم خيبة أمل من نتيجة الماتش طبعا بتاع يوم 15، وبيأملوا ان هم يعوضوا النتيجة ديت في يوم 22 بالنسبة لهم. فعشان كده الماتش يعني واخد هذا الزخم كله، وطبعا عشان كده برضو ايضا يمكن الجماهير النادي الأهلي واخرين لاحظوا انه كابتن محمود الخطيب على رأس بعثة النادي الأهلي في المرحلة ديت، وأعتقد أنه ده مؤشر على أهمية هذه المباراة بالنسبة لمشوار النادي الأهلي في هذه البطولة. نقطة مهمة جدا أحمد بيه طبعا عايز أتكلم مع حضرتك فيها، وهي يوم المباراة تحديدا. أنا عارف أن التنسيق الأمني على أعلى مستوى من حضرتك طبعا ومسؤولين الأمن هنا في جنوب أفريقيا، لأن التنقلات ممكن، هل نشوف جماهير؟ أنا عارفين طبعا مفيش جماهير في المدرجات، بس هل ممكن نشوف ازدحامات في الشارع، الجمهور سان داونز يكون متواجد؟ النقطة دي مهمة جدا حابين نتكلم عليها، آخر المستجدات إيه بالنسبة للتقسيم التنسيق الأمني يوم المباراة أحمد؟ والله هو المفروض يبقى فيه لسه اجتماع تنسيقي ما بين الفريقين، ده بتربطه قواعد وضوابط معينة فنية، فالاجتماع التنسيقي ده أمر بين الناديين مباشرة. حتى الآن اللي أنا فاهمه أنه لسه لم ينعقد،
اعتقد انه في انتظار استيفاء معايير معينه فنيه مش لا تخص النادي الاهلي، لكن الماتش اظن فيه حكام لازم ان هم يصلوا اخرين، دي مسائل احنا لا نتدخل فيها يعني. لكن فيما يتعلق بالجوانب الامنيه احنا حريصين والتامين حريصين انه ما يبقاش في اي يعني ايه مشكلات حتى الان، ولا توجد مؤشرات في المرحله الحاليه على انه في اي مشكلات ممكن تعوق مسيره الاهلي او 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 يعني تعكر من صف الاعداد والترتيبات الجاريه. سفير احمد بيلا، وباخد منك رساله بقى لكل لاعبتنا ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق باذن الله في المباراه دي، لكن معالي السفير احمد الفضلي يقول لكل لاعبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا. اللعيبه طبعا ان هم عليهم مسؤوليه كبيره زي ما قلنا في ان هم يبذلوا كل الجهد عشان يأدوا نتيجه طيبه. احنا عارفين طبعا يعني كتير من المراقبين اوضحوا انه ملاحظين انه في قدر من الاجهاد نتيجه ضغط المباريات وكده، لكن ما على الانسان الا انه يؤدي كل اللي عليه، وان شاء الله الباقي على ربنا موفقين فيه. الجزء الاخر انه بصرف النظر عن نتيجه المباراه لازم يبقى محطوط في الذهن انه في قيمه عاليه جدا احنا بنقدرها ونكنها للرياضيين وللرياضه بصفه عامه لدورها في التقريب ما بين الشعوب. وهذه المباراه هي احد الادوات اللي بنقرب فيها ما بين الشعبين المصري والجنوب افريقي، زي ما ذهاب بيتسو موسيماني لتدريب النادي الأهلي كأول مدير فني أفريقي ويدرب النادي الأهلي ومن جنوب أفريقيا في الدوري أصلا كله المصري، فده في حد ذاته كانت خطوة للتقريب ما بين الشعبين. وأيضا مثل هذه المباريات خطوة إضافية في التقريب ما بين الشعبين بصرف النظر عن النتيجة، والمسؤولية هنا تقع في هذه المباراة على الناديين يعني سان داونز والنادي الأهلي في ان هم يقربوا ما بين الشعبين من خلال مثل هذه المباريات. عفوا، متشكر قوي، متشكر. كل الشكر والتقدير طبعا لمعالي السفير احمد الفضلي، طبعا سفير مصر هنا في جنوب افريقيا، على هذه التصريحات، ويا رب ان شاء الله يوفق النادي الاهلي في هذه المباراه ويكون على قدر المسؤوليه. تركيز كبير في التدريبات، شايفين حماس كبير جدا، نقدر نقول النهارده هو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي الرسمي. ان شاء الله باذن الله يستمر الجهد الكبير والحماس الكبير اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي حتى يوم المباراه، وان شاء الله التوفيق لو معانا نقدر نحقق هذه المباراه.